وقيل لابن حنبل فرجل قال لخمس عشرة التحمل يجوز لا في دونها فغلطه قال إذا عقله وضبطه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فأحييكم أيها الحاضرون والحاضرات، وإن شاء الله نواصل ما بدأناه، وسنستأذنكم في الرجوع بعض الأسطر من الدرس السابق، لأن بعض النصوص تعلق بها إشكال، ونريد أن نبينه ثم نكمل إن شاء الله. فإحنا ذكرنا قبل كده أن هناك من ربط سن السماع بعدد معين من السنين، وكتبت الألفيات الحديث على أساس أنه الخمس، يعني التحديد بخمس سنين هو يعني اللي اعتمده العلماء في إجازاتهم وأسمعتهم. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ السخاوي ما يفيد أن هناك آراء للعلماء قالت إن التحديد السماع بسنة معينة للصغير يمكن ألا تضطرب، لأنه وجدت من الوقائع العملية من هو أقل من الخمس سنين، وتتحقق فيه الشروط التي يصح بها التحمل، وهو كونه يفهم الخطاب ويرد الجواب، ويمكن أن يطلب منه بعض الأعمال الفكرية فيقوم بها، وأن هذا هو الحد المطلوب في السماع. فالشيخ السخاوي الحقيقة في هذا المبحث جمع نصوص يعني فيها كثير من الصعوبة على من يريد توثيقها، وأن قراءة هذا الكتاب إذا لم يسد فراغ أو مسألة إن هذه النصوص التي رصها الإمام السخاوي أين نجد مصادرها الآن حتى نطمئن إلى كونها يعني من كتب معتمدة أو غير معتمدة أو غير ذلك. فلذلك يعني تلاحظون أن توثيق هذه النصوص ليس سهلا، وسيأتي الآن نص بعد سطور قليلة إن إحنا أرناه الدرس الماضي، وكان الكلمة التي ذكرت في فتح المغيث ناقص منها لفظة، وأن هذه اللفظة هي غيرت المعنى حتى على الذين حققوا الكتاب كما هو موجود يعني عندي في هوامش الطبعة اللي معايا دي بتاع الأخ علي حسن، لدرجة أن قال إن هذا القول أنا لم أقف عليه في المصدر الذي ذكره الشيخ السخاوي. فطبعا ربما بعض الإخوة الجالسين يقول يعني طب وفائي ما هو يعني يكفي هذا الكتاب. طبعا ليس الأمر كذلك، وإنما نحن إشكاليتنا أن كتب المصطلح المتأخرة كثير من الناس يهاجمها بأن هي جمعت أقوال أو جمعت تفصيلات
ليست من أصول المتقدمين، فعندما نوثقها تكون التوثيق ده خطوة يساعد على معرفة إن كانت ترجع هذه الأقوال للمتقدمين أو لا ترجع له. فتفضل يا شيخ سعيد. بعد ما قلنا الأقوال المعارضة للتحديد، قال الإمام السخاوي: وبالجملة فليس فيه، يعني أي في السماع، تعيين وقت. تفضل يا شيخ سعيد. بسم الله والحمد لله. هي دي نسختك ولا واخدها من نعم المحمد؟ لا واخدها من عمرو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: وبالجملة فليس فيه، أي في تعيين وقته، سنة بعينها. وقته وقت السماع، وكل الصعوبات أو النقطة اللي مركز عليها الشيخ هو أن تجلس أنت يا طالب الحديث وتقول سمعت شيخ كذا، لأنه هو أعلى وجوه التحمل. وأنتم تعرفون الإشكالية التي نشأت بين شرط البخاري وشرط مسلم، واشتراط البخاري اللقاء الذي يستلزم السماع، واشتراط مسلم المعاصرة التي شأنها تحقيق السماع. لأن احنا الآن السنة احنا بنجلس مع يعني أشخاص غير حضراتكم، ليس لهم يعني علاقة، بيسموا يعني هم مفكرين، وإحنا نحترمهم، يعني ما نقدرش إلا أننا نحترم مكانتهم وكده. يقول لك يعني والله العنعنة دي تعبتنا يا أخي، أنا كنت هم المحدثين بيشددوا في حكاية العنعنة دي، وواحد رافع قضية على مجمع البحوث إن العنعنات الموجودة دي في صحيح البخاري تفيد أن هو فيه كذب وفيه كذا وفيه كذا. فلذلك إحنا بنهتم فيها، حتى إنه لو طالب علم من إخواننا الأفاضل، وطبعا الدرس الحمد لله في ناس كثيرين فضلاء ويعني هم أعضاء هيئة التدريس في الأزهر الشريف، وأيضا طلاب الدراسات العليا، وهؤلاء يواجهون هذه الأشياء. فأطال السخاوي في قضية السماع، وداهي نشأت القضية دلوقتي إن واحد يقول العنعنة دي. وطبعا إحنا بندي محاضرات لبعض المثقفين أو كده، فيعني الكلام اللي نناقشهم فيه يقبلوه، لأن بنناقشهم بالشيء اللي هو ممكن يستوعبه. فأقول والله الكلام اللي أنت بتقوله ده يا فلان وإيش، بس حكاية العنعنة اللي في الكتب دي إيه فايدة عنعن دي، ومنين قالنا إن هذه العنعنة سمع منها، وليه ما يكونش حصل من البخاري اللي انتوا يعني حاطينه في القمة ان العنعنة دي ما هيش ثابتة وخاصة كذا كذا، ويكتر بقى الشبه على كده. فلو انه قرأ هذه الكتب، كتب المصطلح، وعرف كيف ان العلماء شددوا في التأكد من ثبوت السماع والتحمل بواسطته، لم يكن يعني يوجد أن يقول ذلك. فتفضل يا مولانا. إذ لا يلزم من تمييز محمود أن يميز كل أحد. محمود اللي هو ابن الربيع الصحابي الذي قلنا قبل كده أنه قال عقلته من الرسول مكة وأنا ابن 5 سنين. بل قد ينقص وقد يزيد، وكذا لا يلزم منه ألا يعقل مثل ذلك وسنه أقل من ذلك. هو ده صحيح. وروحوا لأي أطباء أطفال ولا بتوع أمراض عقلية وعصبية وكده يقولوا لكم كده. وإحنا جبنا سورة الأخ اللي اسمه عمر ده اللي هو 3 سنين ونص وحفظ القرآن كاملاً. وأنا أتمنى أنه يعني مرة تانية وثالثة
أن الولد ده ينشأ تنشئة صالحة على طلب العلم الشرعي فيكون حجة على هذا الكلام الذي نردده الآن في هذه الكتب. كما أنه لا يلزم من عقل المرجع أن يعقل غيرها مما سمع، بل الصواب المعتبر في صحة سماع الصغير قول خامس غير الأربعة اللي سبقوا اللي هم في سنوات وفي علامات تانية، القول الخامس وهو فهمه الخطاب حال كونه مميزا ما يقصد. معنى فهمه الخطاب أنك لما تناديه يا فلان أنت كنت فين، أو والدك فين، أو أنت المدرسة بتاعتك فين، يفهم ويجيبك، مش زي الأخ الابن اللي ذكرت قصته أنه هو سأله شيخه أين أبوك، فقال والله ما أمي في البيت. فطبعا هو أصلا ما جابش سيرة أمه نهائي. فمثل هذا يعني بيستدل به على أنه هو ده الحد الأدنى، أنه يكون يفهم الخطاب ويرد الجواب. حال كونه مميزا ما يقصد به من ذلك مما يقصد به غيره. أيوة، يعني كلام موجه لي أو موجه لأحد آخر أو كده، ورده الجواب المطابق سواء أيوة سألت عن سؤالي جاوبك السؤال اللي أنت تريده ليس جوابا آخر، سواء كان ابن خمس أو أقل. ومتى لم يكن يعقل فهم الخطاب ورد الجواب لم يصح، أي لم يكن سامعا حتى قال ابن الصلاح وإن كان ابن 50 سنة. أيوة، لأن طبعا ربنا يعافيكم، احنا مش هنتكلم كتير على اللي بيفقدوا عقلهم دول، فيه يعني في جميع الأسنان بتأتي حكاية الأمراض العقلية دي، وبيبقى ابن 50 أو كده وتأتيه، وحكاية الزهايمر دلوقتي كل الناس عارفاها وبيهزروا حتى بيها، ولاش عارفين ان دي داء يعني وبيل، ولو انهم يعني اقتربوا من يعني اثاره السيئة لحمدوا الله تعالى على ان الله حفظ عليهم ذاكرتهم وحفظ على اهلهم كذلك، لانه لما يكون اسرة فيها واحد بس او واحدة بس فيها زهايمر بيبقوا خايفين ان تخش انها تخش المطبخ، لازم حد يبقى معاه والا تعمل حريقه، او خايفين يعني بيبقى شيء. نسال الله ان يعافينا جميعا ويعافيهم. وبما قيدنا قد يشير اليه ايضا بما قيدناه وهي المناسبه، فهي فيها هي ولا حط لها هي لك ثواب. وبما قيدناه قد يشير إليه أيضا قول الأصوليين مما أيوة قول الأصوليين كتير، وإحنا فينا في الفترة اللي غبنا فيها دي نتحاجج مع حكاية أن الأصوليين أن المحدثين من المؤلفين من أخطأوا فدخلوا قواعد الأصوليين في قواعد المحدثين، يعني المسألة ليست كذلك، إنما أصلا في مبحث كبير في علم الحديث وأصله راجع إلى علم الفقه، وهو مسألة الشهادات. والشهادة كالرواية في كثير من ظروفها، فلذلك الأصوليين أدخلوا في بحوثهم مسألة إن الشاهد ضابط كلامه ولا بيغير أقواله ولا إنه ولا يصلح للشهادة ولا كده، فدي قريبة جدا أو هي نوع من الرواية، ولكن ويمكن أنتوا بتقروا الصحف زي حالاتي لما وزير الدفاع الإسرائيلي راح للروس وقال لهم ده الموضوع مش زي ما أنتوا عارفين، ده حصل كذا وكذا وكذا، فالصحف كلها قالت إن رئيس روسيا يرفض الرواية الإسرائيلية. فطبعا هي الشهادة هي جزء كبير منها في الرواية، فلذلك اشترك العلماني علم الأصول وعلم المصطلح في مبحث من تقبل روايته ومن تقبل شهادته
وكثير من التفاصيل اللي احنا نحتاجها عشان نفهم كتب الرجال موجودة في كتب الأصول في هذا الباب. وطبعا الشيخ الزركشي هو رجل جمع بين علم المصطلح وبين علم أصول الفقه، فهو اللي ساعدنا على الكلمة اللي جاية دي. اتفضل مولانا. وبما قيدناه قد يشير إليه أيضا قول الأصوليين مما حكى فيه القشيري. القشيري دي بقى، القشيري دي في كل النسخ المحققة القشيري، وهو ابن القشيري، والشيخ عثمان والرجل قاعد اهو هو وابنه شهداء، لأن احنا قلنا ما وصلناش للراجل ده، فهو مشكورا اتصل علي وقال لي ان انا لقيت ابن القشيري ده، وان احنا هنعوز نضيف لكتاب فتح المغيث كلمة ابن. طب ما كلمة ابن ما هياش في النسخ، قال ما احنا بقى دي نتعلمها، لان واحد بيجي ما خلص درس يقول لك ما تقدرش تقول لي شوية قواعد في التحقيق، تقولش ان احنا حاطينهم في جيبنا نسرسبه ليه، لان هو ما عندوش وقت يقعد ان كل شهر نقول واحدة، فيقول لك انا عايز افتح مكتب بعد اسبوع، فالشيخ ايه يعني ايه يقول اللي عنده وانا اروح اشتغل بيه. فهنا في الموقف ده يجب اضافة هذه الكلمة اللي هي كلمة ابن قبل القشيري، لأن النسبة الأصلية اللي هي القشيري المعروف بها هو أبو هذا العالم وليس هذا العالم نفسه، الشيخ القشيري اللي هو صاحب الرسالة القشيرية وصاحب التفسير المعروف وصاحب المؤلفات الكثيرة، هو بسم الله ما شاء الله عنده 4 من الأولاد كلهم علماء، فبيفارس في الفارس بابن القشيري، لدرجة ان الشيخ علي اللي هو محقق الكتاب ده لما لقيه قال القشيري راح مترجم لابوه، قال هو عبد الكريم كذا كذا القشيري، ولم اقف على قولي هذا، هو طبيعي مش هيقف على قوله هذا، فالشيخ عثمان مشكورا قال لي والله ده هو ابن القشيري وليس ابن دقيق العيد كما فهم، وإنما هو ابن القشيري. فهو لما قال لي في الأول ابن القشيري، لا أذكر الآن وأنا بتكلم معكم، هو قال لي اسمه تحديدا أنه عبد الرحيم ولا لا، فأنا قلت أبحث عنه في سير النبلاء، فلقيت أن الفهرس طبعا أنا ما بستعملش الحاسب كتير، المفهرسين للتراجم اللي في سير النبلاء حطوا ابن القشيري وحطوا قصاده انه اسمه عبد الله بن عبد الكريم كده، ولما جاي حولوا على مكانه فرق جزء كامل، فهم قالوا ابن القشيري هو عبد الله ابن عبد الكريم ابن هوازن كده كده، قلنا ماشي، طب فين يا عم؟ قال في جزء 19، فروحت أنا فتحت على الإحالة في جزء 19 لقيت عبد المنع، فإيه طبعا اتهمت الشيخ عثمان أنه هو أصابه وما أصاب شيخه، فيبقى إيه إحنا كلنا إيه مقصرين، طلع هو لا يعني ضابط الأمور، قلت له كذا وهو طلع عبد المنع، شفت الإحالات في الطبقات لقيته برضو عبد المنع، قلنا ماشي خلينا نقرأ، أرينا ترجمة عبد المنعم، ودي اللي تهم برضو اللي هم بيوثقوا النصوص، إن ما فيش في ترجمة عبد المنعم حاجة لها علاقة بالأصول خالص، هو بتاع حديث سمع وروى والناس سمعت منه وانتهينا. فأنا قلت للشيخ عثمان إنه الترجمة موجودة بس باسم واحد تاني ولا لوش حاجة بالأصول، فهو قال لي لا ده مش عبد المنعم، ده هو اسمه عبد الرحيم. طبعا عبد الرحيم كل الثلاثة أولاد القشيري محطوطين في سير النبلاء بكلمة ابن القشيري، لكن المفارس فارس الأولاني اللي هو الكبير عبد الله ده لأنه في جزء 18، وحط الإحالة اللي عليه في جزء 19،
فأصبح لا شمال يمشي ولا يمين يمشي إلا إذا كان معك أنت حاسب وتحاول تبحث بكلمة ابن القشيري، فممكن إنه الحاسب يجيبها لك إذا كان السير مرمزة يعني. فهو تمسك قال لي لا ده هو عبد الرحيم، وأنه النقل ده عند الإمام الزركشي في كتاب النكت الزركشي. فعلا لما رجعت ليها لقيته الشيخ الزركشي قال ابن القشيري، وأيضا هو الزركشي في البحر المحيط اللي هو كتاب الأصول قال ابن القشيري ونقل عنه في عدة صفحات. الشيخ عثمان قال لي إن هو له كتاب اسمه المرشد يا شيخ الايه؟ المرشد. انا ما وقفتش على المرشد ده لانه يعوز استدعاء تاني، وطبعا ايه كتاب البحر المحيط ده طبعا اللي هي عندي طبعة الكويت تقريبا هي اول طبعة وهي اسوأ طبعة، لدرجة ان هو فيه منها صفحة عندي في المكان ده، الصفحة دي من الجزء الخامس واحنا معانا الجزء الرابع وساقط ما يقابلها ثلاث صفحات. المهم ان احنا وصلنا للنص موجود فعلا في البحر المحيط في الجزء الرابع صفحة 268، بس الرابع ده عند الشيخ عثمان تقريبا الثالث يا شيخ عثمان، لان عنده طبعة غير طبعي تاني، وانا ما زلت اتمنى ان يخرج كتاب البحر المحيط ده في طبعة مخدومة، لان الشيخ الزركشي فعلا جعله بحرا محيطا بحيث ان هو كاتب في مبحث العدالة ده 100 صفحة وشوية فضلة خيرك، وكلهم يفيد المحدث ربما اكتر من الفقيه، وذكر فيهم ما لم تذكره كتب المصطلح التي بعده على حسب مبلغ علم. فلذلك النص هيتحط كلمة ابن ونحطها بقى بين مربعين ما دام ان هي من خارج النسخ، ونكتب ان هي الصواب كذا، ويبقى التوثيق انه كما ذكر الامام الزركشي في نكته الجزء الثالث صفحة 462 فقال ابن القشيري، وكذلك في كتاب الأصول قال ابن القشيري، وأيضا الإمام الذهبي لما ترجم سماه أو شهرته ابن القشيري، وهو فعلا من علماء الأصول وكده. وإن شاء الله ربنا يرزقنا بكتاب المرشد ده يعني نوصل إن هو مين اللي سماه المرشد عشان تكتمل الصورة، لكن النص إنه ده كلام فعلا ابن القشيري ده حكاه الإجماع وموجود في كتاب النكت الزركشي وموجود أيضا في البحر المحيط. تفضل مولانا. هو حكى الإجماع بقى، قال إن في إجماع الأصوليين حكوا أنه لا تقييد بالسن. مما حكى فيه ابن القشيري الإجماع بعدم قبول ما لم يكن حين التحمل ممكن. كلمة التحمل ما تنفعش، احنا على عيننا وراسنا الشيخ السخاوي، لان التحمل بينفع بالإجازة. فاللي احنا كله بنبكي عليه وعمالين نوقع في دماغ الناس على السماع، لانه يجوز التحمل لحبل الحبل، الست وابنها نجيز الست وابنها، والدكتورة ما يش موافقة على كده، لكن استأذناها قلنا لها معلش دي حالة ولادة بقى وبتاع انت سامحي، فوافقت يعني. فيجوز الإجازة حتى لحبل الحبل. فلما نقول هنا حين التحمل يدخل في حكاية الإجازة دي، فلذلك الصواب أن يكون حالة السماع. بس هل احنا نقدر نغير بقى الكلمة دي؟ احنا غيرنا ايه؟ حطينا ابن، لكن نقدر نغير كلمة التحمل بتاع السخاوي؟ لا، لحد كده لا، لان التصرف في النص له حدود، انما نحط هامش على التحمل ونقول كذا في النسخ وهذه العبارة لا تؤدي المطلوب، لان التحمل يشمل السماع وغيره
ولم يطلب السن إلا في السماء. ده اللي يعني خلانا نعيد الكلام دوت في هذا الموضوع. اتفضل يا مولانا. مع أنه قيل في المميز غير ذلك كما سيأتي. يعني المميز رخل له تفاصيل هتأتي، والمميز قلنا أنه ملوش سن، ولذلك في قول هنا ينقل أنه كل طفل أو كل مولود سواء كان ذكر ولا أنثى ينظر إليه على حالته هو. فإذا أنت لبلب والله من 3 سنين نسمع لك، إذا أنت زي حالاتي مش جايب معاك إلا لما توصل 6 ولا 7 برضو نعمل لك على قد مقاسك، لأن المهم أن نتأكد انتقال السنة النبوية إلى مصدرها انتقالا صحيحا. وكذا قال ابن السمعاني ابن السمعاني ده له كتاب اسمه قواطع الأدلة، وهو من كتب الأصول الكويسة جدا، وياريت حد يجيبه سكة يعني يطلع في سكة في يومين مثلا. أنا بكلمكم وأنتوا كلكم شباب، هتبص تلاقوا يعني كتب المصطلح نورت شوية. ليه؟ لأنه هو الرجل سنة 500 وشوية، فقريب بعد الحاكم وبعد الجماعة دول، فالأمور وضحت يعني عنده، وحاطط حاجات يعني ما فيش غيره حسب قرايتنا في كتب الأصول، مش موجودة عند غيره. يقوم يخليك إيه حاجات المصطلح اللي هي متعوجة أو لها علاقة بمسائل الأصولية تتحل، لأن كل اللي نقل في كتب المصطلح لغاية الشيخ الصنعاني اللي هو 1200 وشوية ما نقلوش كل اللي الناس عايزاه، اعتمادا على ان اللي بيقولوه هنا انت هتروح تكمله من كتب الأصول، واللي بيحصل انك ما بتكملش، فتصبح المسألة عندك ايه مظلمة شوية، فانت تروح ناقل الكلام واللي يفهم يفهم واللي ما يفهمش يفهم بكرة، ما يفهمش مش يعني ما فيهاش يعني بأس. تفضل مولانا. وكذا قال ابن السمعاني الأصح أنه لا تقدير. أنه لا تقدير بسن معين، وعبر بالأصحية. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني برضو ده من الأصوليين، وكل ده عشان أنت لما تروح تشهد نعتبر بشهادتك ولا لا، فبيقيسوا بقى انه ما دام هيفهم الشهاده ويقول وقائع معينه شافها يسردها ولا يخطئش فيها يمكن ان يحفظ ما تلقى ولما يسرده ما يخطئش فيه. اذا بلغ الصبي المبلغ الذي يفهم اللفظ بسماعه صح سماعه، حتى انه لو سمع كلمه اداها في الحال تقول له انت مثلا تسبيحه، لأن بيوت المسلمين اللي هي الملتزمين كده يترجم للرجل يقول لك كم من بيت علم والدته أو والده كده يحفظوه تسبيح معينة، لما تيجي بعد ما تصلي تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله. وهو بقى العيل إن شاء الله اللي مش اللي مخلف منكم طول ما هو صغير يطوعك جدا بحيث تقدر تحط فيه اللي انت عايزه، فانت لما تغفل عنه او تشغل لحد ما يعود ويقف تلاقي ناس تانية ملت مخه، وخاصة الرسوم المتحركة والقنوات والكلام من دي، تيجي انت تحط ما تلاقيش مكان، خلاص اتملى الفراغ اللي انت كنت هتملاه، فتبتدي تمسك انت العصا، وانت فاهم العصا تجيب العصا ما تجيبش، فنخش بقى في يعني متاهة طويلة. نسأل الله أن يصلح أولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين. حتى إنه لو سمع كلمة أداها في الحال ثم كان مراعيا لما يقوله من تحديث أو لقراءة القارئ صح سماعه وإن لم يفهم معناه، لأنه ما يقول سمعته غير ما يقول قرئ عليه أو حدثنا أو مش حد غريب. نعم ممكن يحطوا فيها من اول انتوا اللي خسرانين. لا امان.
تفضل يا مولانا. بل عزا النووي عدم التقدير للمحققين. كله ده يعوز بقى انك انت تكون قاري المجموع بتاع النووي وقاري له نهايه الطالب وقاري له الروضه وقاري له ده كله، لانه هو يقول كده ولا يقولكش منين. وطبعا انا اظن الشيخ عبد الكريم جزاه الله خير، يعني هو الرجل مكتبته التي نعرفها قل ما يعني كتاب لا يوجد فيها. حلا وشرح النووي المسلم. ايوه. ان التقييد بالخمس انكره المحققون. ايوه. وقالوا الصواب ان يعتبر كل صبي بنفسه فقد يميز ليميز. فكلمه كل صبي بنفسه هي تساوي كلمه السمعاني الاصح انه لا تقدير. وقد يتجاوز الخمس ولا يميز، واحتج بضبط ابن الزبير تردد والده الى بني قريزة يوم الاحزاب وهو ابن اربع. اهو كده حكايه بقى ان ابن الزبير ده هي روايه في صحيح البخاري في فضائل الصحابه ان عبد الله بن الزبير قال كنت يوم الاحزاب. أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، لأن هم إيه لما دم بلغش يخلوه في تنظيم الجيش مع النساء، وشريعة الإسلام تمنع قتال النساء وكده. فالمهم إن هو قال أنا وعمر بن أبي سلمة جعلت مع النساء، ما رضوش يعتبروني مجاهد. فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجعت قلت يا أبتي رأيتك تختلف؟ قال أو هل رأيتني يا بني؟ قلت نعم. فدي معناته أنه هو شاف أبوه ويعني علقت في ذهنه صورة أبيه وهو يتردد حال المعركة بين الرسول وبين العدو فيما يمكن أن يكون من يعني تحركات القتال أو كده. فالسخاوي بيقول إنه كان ابن أربع سنين. أنت لما ترجع بقى للكتب اللي هو السخاوي هيرجع إليها تلاقي إنه لا مش أربع سنين، رجع تاني هو السخاوي أحال على شيخه ابن حجر رحمة الله عليه، برضو قال إن شيخي اعترض على التحديد بأربعة لأنه ابن الزبير كان أقل من كده في فتح الباري جزء 7 صفحة 81. الإمام ابن حجر رحمة الله عليه بيقول إن ابن الزبير كان يومئذ، يعني يوم ما روى الحديث ده وشاف أبوه، ابن سنتين وأشهر أو ثلاث وأشهر. أنت لما ترجع لابن حجر رحمة الله عليه سواء في الفتح أو في الإصابة تلاقي إن التحديد اللي هو ذكره ده ليس صحيحا. في الفتح نفسه بس في شرح حديث، لأن الحديث اتكرر في 1411 ورقم تاني قبل كده في صحيح البخاري. فاللي رجحه الحافظ ابن حجر في الإصابة إن عبد الله بن الزبير ولد في العام الأول لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إن هذا هو الأصح، وأن كلام الواقدي إنه هو في 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 السنة الثانية لا يعتد به. فخلاص عرفنا إن هو ابن عبد الله بن الزبير ولد في أول سنة للهجرة، وأن أمه وضعته وهي على أبواب المدينة المنورة عند هجرتها، وآتت به الرسول إلى آخر الكلام ليحنكه. ثم إن القضية دي اللي هي اللي هو شاف والده كانت في غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب لها اسمين، الأحزاب
والخندق اسمين لمسمى واحد. فهذه الغزوة ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح في جزء 7 صفحة 393 بيقول المعتمد أن الخندق كانت في السنة 5. فإذا كان هو اتولد في الأولى على الصحيح وأن سنة الأحزاب كانت على المعتمد 5، يبقى عبد الله بن الزبير ما كانش لا في الثالثة ولا كان في الرابعة. يبقى الراجح حسب ترجيح الإمام الحافظ ابن حجر في كتابين له، أحدهما ترجمة عبد الله في الإصابة والثاني شرح الحديث في الفتح، يبقى كلام الشيخ السخاوي هنا أنه 4 سنين ما هوش الصواب. هيقول لك ده عمل على إلغاء كسر السنة، أنه هو يعني إيه إلغاء كسر السنة مفروض يبقى لأنه 4 وشوية ما يبقاش أنه 3 وشوية. فلذلك التحديد اللي مذكور من الشيخ السخاوي ليس مطابقا لما صححه الحافظ في الموضع، وإن الصواب رجعنا احنا 5 سنين تاني. تفضل يا مولانا. قال شيخنا مشيرا لانتقاد الحصر في سن ابن الزبير. لا في انتقاده. طب انت بتنتقده ليه يا مولانا؟ قال بنتقده لان عبد الله كان في 2 وشوية او في 3 وشوية. طب لما هو كده انت بتحدد غزوة الاحزاب 5 ليه؟ وبترجح انه هو اتولد في السنة الاولى للهجرة ليه؟ ما دام وافقت على ان ده هو الراجح في 2 يبقى ليس لك ان تنتقد بذكر عبد الله بن الزبير لأنه هو مستوفي لشرط 5. والذي يظهر إنه إنما ولد في الأولى من الهجرة، وقيل في الأحزاب إنها كانت 6 انتهى. الشيخ عبد الكريم كاتب معلق عليها أن ما فيش في الفتح أبدا، وأنا برضو رجعت لشرح الحديث في الموضعين ما فيش 6 دي خالص. لم يذكر الحافظ رحمة الله عليه 6 خالص، الموجود في الموضع المحال عليه 5 أو أقل 4، واللي هو قال أنه معتمد أنه 5، لكن 6 مش موجودة خالص. فطبعا دي فايدة توثيق النص، لأن لو كان أن هي 6 يبقى ما لكش حق الاعتراض، لأن كده ما بقاش أقل هو من 5 ده يبقى أكتر. فضل يا مولانا. ده اللي خلينا بنرجو أخواننا أو يعني الباحثين إنه يبقى يحقق النصوص اللي يرجع إليها، خاصة إذا كان هياخدها من المرجع ده يحطها في بحث عنده هو. ليه؟ قال لأنه هو إذا نقلها زي ما هي وحط ألف هاء وحول على فتح المغيث يبقى هيطلع الصورة، خاصة أخواننا اللي هيألفوا بمصطلح الحديث هيطلع الصورة خاطئة كما هي مكتوبة هنا خاطئة. وعزاء الكل انه كده بفتح المغيث. طب ما فتح المغيث الرجل ادانا مراجع ولما رجعناه لقينا الكلام مش مطابق، يبقى يفضل الخطأ متواردين احنا عليه لغاية 21 والناس طلعت القمر واحنا قاعدين تحت نكتب الغلط. تفضل يا مولانا. نعم، قول الحسن رضي الله عنه اذكر اني اخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر وقال كخ كخ، يشعر بانه كان دون ذلك، اذ مثل هذا اللفظ لا يقال الا للطفل المرضع او قريب منه، وذلك يقدح في التقييد بالخمس. يعني يمكن بقى على كده. ونحو قصة محمود برضو جايب قصة تانية الشيخ السخاوي، كما قلت هو الحقيقة حشد هنا روايات وأتعب من يريد
تحقيق هذه الروايات. ونحو قصة محمود ما رواه البيهقي. يعني أنت لما تقرأ تدريب الرام تلاقيش فيه الكلام ده كله، تلاقي يعني كلمتين يحلوا الموضوع وخلاص. مش لأن السخاوي ما عندوش معلومات، السخاوي لما جاي يشرح ألفيته فضل يشرح فيها لحد ما مات وهي ما كملتش. والشوية اللي شرحهم لو أنت تشوفهم حاطط فيهم نصوص من كتب ما شافهاش لا إنس ولا جن. أنا أقصد السيوطي. نعم جزاك الله خير يا شيخ، أخلي بالك مني كده يا شيخ. تفضل. ونحو قصة محمود ما رواه البيهقي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عبيد الله قال أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذني وأنا خماسي أو سداسي. ما كلمة خماسي أو سداسي يعني ابن خمسة؟ وفي ناس يقول لك لا خماسي يعني خمس تشبار طوله. فتمشي كده وتمشي كده، لكن السياق يفد على انه خمس سنين. فأجلسني في حجره ومسح رأسي ودعا لي ولذريتي بالبركة. متحول دي على دلائل النبوة؟ نعم. ايوه عشان يبقى ايه، نروح للبياقي في دلائل النبوة. وحدث القاضي أبو عمر محمد بن يوسف الحمادي عن جده يعقوب. هذا الرجل ده برضه هو داخل هو في سند، وهتيجي رواية وهتقوم عليها إشكالية. وهو الرجل ده متوفى سنة 320. يعني إيه 320؟ يعني بعد المدة اللي الإمام الذهبي في الميزان قال الفرق بين المتقدمين والمتأخرين. فكثير من الباحثين الأفاضل يقولوا إن قبل 300 هو عصر الرواية، وما بعد 300 لا عصر إيه ما يسموش يسموه. أدي الإمام الذهبي هو نفسه هيجي ويتكلم على السند، والناس دي كلها ماتت بعد 300، وهيدخل فيها الجرح والتعديل، ومعناه ان الرواية واقفة والجرح والتعديل شغال. كل اللي فيها ان هم غيروا الطريقة من ضبط الصدر الى ضبط الكتاب، ووصلت الموضوع الى انهم قالوا الرجل ده متهم بالكذب، وابن حجر قال لا مش متهم. والخاشعين دلوقتي في الدرس يا مولانا، انت النهاردة صح الحمد لله، لقيت واحد خاشع يعني نبهه. وحدث القاضي أبو عمر محمد بن يوسف الحمادي عن جده يعقوب بن إسماعيل بن حماد بحديث لقنه وهو ابن 4 سنين. يبقى يمكن لقنه بقى. لقنه وهو ابن 4 سنين. طبعا دوت موجود الحالة ان هو في تاريخ بغداد الرواية دي. قال ابن رشيد والظاهر انهم ارادوا بتحديد ابن رشيد ده راجل مغربي معروف له كتب كتيرة، من ضمنها كتاب السند الابين في المحاكمة بين البخاري ومسلم في السند المعنعن، وهو متوفى سنة 721. ولكن كتب هذا الرجل هو مطبوع له الآن تقريبا 3 كتب. الآراء اللي له في المصطلح دي ذاكرها في كتاب اللي هو سجل فيه رحلته من الأندلس، هو اسمه محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري السبتي. وسبتة دي إن شاء الله لما تروحوا المغرب وتمشوا على انكم انتوا رايحين تطوان اللي هي تعتبر من ضمن بلاد المغرب، تجدوا سبتة دي لان الاسبان محتلينها دلوقتي واخدينها من المغرب العربي، فتلاقيها على ايدك اليمين كده وانت ماشي في الطريق هنا يعني سبتة، واقفين اللي هم بتوع اللي هي نقطة الحدود، بحيث انك انت اما تكون مغربي وتحب تعدي سبتة ولا كذلك اللي من سبتة ييجوا
الشاهد ان الرجل كان من المنطقة دي، فهو رحل من هذه المنطقة لغاية مجيء حج، وكل بدل ما يركب طبعا مركب ولا حاجة زي دلوقت، لا بقى ياخدها ايه تنقلات على الجمال عشان يقابل العلماء من اول المغرب الى ان وصل الى الحرمين. وعمل لكل مجموعة من البلاد مجلد، وسمى الكتاب ملء العيبة فيما حصل من الغيبة. الكتاب طبع منه ثلاث مجلدات او تقريبا او اربعة، ولو جزء موجود الكتاب ان واحد ربنا يشرح صدره ويخليه يطبعه ما فيش، مع انه هو فيه يعني علم الرجل وملحوظاته اللي هو بقى السخاوي كان بيقرا النسخه وهي خطيه ويجيب منها الحاجات دي. فالشيخ عبد الكريم قال ان انا ما اقدرش اوصل لكلام ابن رشيد مباشره، ولكن من هنا يا شيخ سعيد نقله الحافظ في الفتح، من الفتح، لان الحافظ ابن حجر حكايه السكه دي او القرايه كان ربنا كرمه بيها وانتم مش راضين تجربوها، بحيث انك انت تتحير، راجل قاضي قضاء ومتجوز اتنين والخليفة ما بيرضاش يتحرك لما ياخده معاه، ويقرأ البلاوي دي كلها يجيب لها وقت منين؟ كان بيقرأ قراية مرور بس يقيم اللي هو يحتوي. فيبقى ملء العيبة ده اللي اتطبع واللي ما اتطبعش الحافظ ابن حجر استفاد منه، وجاب الاشياء اللي تخش في المصطلح واحنا ما احناش واخدين بالنا منها. تفضل يا مولانا. قال ابن رشيد: والظاهر وانهم ارادوا بتحديد الخمس انها مظنة لذلك، يعني وهو ده حل كويس، يعني خلوها السن المحتمل زي سن الجيش، يقول لك ان انت عديت الثلاثين، انت عديت يا شيخ سعيد ولا لا؟ اول ما يمسكوك اذا كنت متهرب ويلاقوك زدت على 30 يقول لك ما يجيش منه، خلاص دفعوه غرامه ولا اسجنوه ولا كده. وانت تبقى حاسس نفسك انك انت يعني فنط وكده، هو يقول لك لا، دراستنا احنا بتقول ان انت البودي بتاعك لحد كده يعني بدا ينطبق عليه الآية: ومن نعمره ايه. وربنا ما يقول بنون العظمة ما تدورش على طب، يقول انا اللي هنكسه، والجدع بقى يرجعه تاني. ومن نعمره، واحنا اللي نعمره برضه، ما فيش حد يطول عمر حد، نون العظمة تقتضي هذا. ألا شريك لي فيما أقدره من حياة عبدي وموته، وما فيش يتحدى كده إلا إله. وتروح أنت للأطباء يقول لك خلاص أنا كل طبي عجب، حتى إذا حانت منيته حار الطبيب وخانته العقاقير. تقول كده الواحد يقول لك لا ده انا 65 وعايز اقول يا سعيد. لان بلوغها شرط لا بد من تحققه، ونحوه قول غيره. اعتبر الجمهور المظنه وهي الخمس. شوف بقى الكلمتين اللي انت تعوز انك انت ما دمت قاعد هنا تحفظهم، وهم كلمتين مش هيجيبوا، كلمه المظنه وكلمه المئنه. يقول لك يعني كفايه التقعر ده بقى، انتوا كفايه ازاريين جبتوا، يا عم سيب دول وخد انت اللي يناسبك وخلاص. هو انت عايز الدين كله في كلمه؟ سيب دي للي عايزها وسيب الباقي. انت ما تعرفش المفردات اللغويه دي؟ لا فلسفه الافرنج نفسهم عرفوها، واصبحوا دلوقتي بيحاربونا حرب الادمغه، يحطوا مفردات ويشيلوا مفردات. أما عملوا المعجم المفارس حذفوا أكثر من آلاف الكلمات اللي فيها كلمة الصلاة. ليه؟ قال عشان خاطر ما يكترش كلمة الصلاة، كل ما تتكرر على دماغك يقوم أنت
ما تفرطش فيها. فكاتبين كده في المعجم المفرط: وقد حذفنا من هذه المادة كثير. حذفتوها ليه؟ قال لأن احنا اصلا عاملين المعجم ده مش ليكم، احنا عاملينه عشان لما نعمل شبهات ونوزعها نبني على الالفاظ اللي تخش مخها. كل ما تخشش وقت اكتر المحلات اللي في البلاد العربية باسم فرنك. ليه؟ قال ان هم دخلوا دلوقتي خلاص كل الابناء العالم العربي والاسلامي يتعلموا الانجليزي قبل حفظ القرآن، بدعوى انه الانجليزي اللي هيجيب لهم اكل العيش. طب ما هو الرزق مش عند الانجليز، صعب انك تقنعه كده. يقول لك ده ناس متقعرة يا عم، ده شيخ قاعد في الازهر يخرب، وربنا يحلف انه لحق مثل ما انكم تنطقون. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه. هاتولي واحد بانجليزي هفقره بمئة لغة مش هياخد الا اللي انا كتبته له. لكن تقول لي مين؟ فاقاموها مقام المئنة وهي التمييز والادراك. المئنة هي التمييز والادراك، والمظنة هي الذي يحتمل ان يوجد فيها. يبقى المئنة مؤكدة والمظنة ايه؟ محتملة. يقول طب ما تقولوا كده. قال لا مش هنقول احنا الا دول، دي لغتنا واحنا اللي عايزين الناس تعرفها. والاولى ان تعتبر المظنه حيث لا تتحقق المئنه. لان التاكيد ما نملكوش. وقال القاضي عياض ولعل لما يقولوا القاضي عياض يبقى في كتاب الالماع، وكتاب الالماع ده كتاب كويس، واول ناس حققته كانوا ازهريين، الشيخ سيد صقر رحمه الله عليه، وحدش بيقراه كتير، لكن هو كتاب بيرصد مسائل المصطلح إلى غاية القرن الذي عاش فيه القاضي عياض، وأضاف فيه إضافات لم تكن في الكتب السابقة عليه. فضل مولانا. وقال القاضي عياض ولعل تحديد أهل الصنعة بالخمس إنما أرادوا أن هذا أقل ما يحصل به الضبط، وعقل ما يسمع وعقل ما يسمع وحفظه، وإلا فمرجوع ذلك للعادة. أيوة العادة، أما ما حدش يقدر ينكرها، وكلكم طلبة ودرستم وأنا درست معاكم، وكان معنا ناس في الكتاب، يعني إحنا ناخد كلنا مجموعة من الآيات، 75 فينا يسمع عادي ما فيش مشكلة، وخمسة يفضل يوأوأ لحد ما ياخد العلقة المحترمة. وبرضه ما يجيبش، وهو زيه زيك، وممكن صحته أحسن منك، ودي بتوع التربية يسموها الفروق الفردية. ولهم مش عارفين ان هو ربنا اللي بيهبك انت شوية ويهب التاني شوية. يقول لك يا عم ما تدخلناش في حكاية المشيخة دي، احنا نعرف ان ده بنحط على راسه الجهاز، يقول ده لب لب والتاني ما هوش لب لب. وربما ليد الطبع غبي الفطرة لا يضبط شيئا فوق هذا السن، ونبيل الجبلة زكي القريحة يعقل دون هذا السن. أيوة موجود، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا يعني عافيتنا، وأن يعني يسترنا بالعافية إلى أن نلقاه، ويفهمنا ما جهلنا، ويشرح صدرنا للخير يا كريم. ومما يدل على أن المعتبر التمييز والفهم خاصة دون التقييد بسن، أنه قيل للإمام أحمد بن حنبل أحمد بن محمد من ولده عبد الله ما معناه، فرجل هو ابن معين قال لخمس عشرة سنة تحمل يجوز لا في دونها، متمسكا بأنه صلى الله عليه وسلم رد البراء وابن عمر رضي الله عنهما يوم بدر لصغارهما عن هذا السن، فغلطه الإمام أحمد. شبه هو الأول جاب لغاية القاضي عياض، الرجل اللي في سنة 500 وكذا، ورجع طالع تاني رجع للإمام أحمد وجاب النصوص اللي عليه لكي يثبت أن القضية
مدروسة أو محسومة جزئياتها من بداية حتى السماع من النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن، ولله الحمد. وقال بئس القول هذا، بل إذا عقل ما خلي بالك من كده، اللي بيقول الإمام أحمد واللي بيرد عليه الإمام، اللي بيقول الإمام ابن معين اللي بيرد عليه الإمام أحمد، ومعناه إن المتقدمين انتقد بعضهم بعضا أو خالف بعضهم بعضا في الرأي، وأصبح علينا نحن أننا نعتبر أن مسألة الخلاف هي مسألة من لوازم التفكير العقلي ومن لوازم أيضا الحصيلة العلمية. فإذا حصل أن بعض المتأخرين خالفوا المتقدمين، ما القضية؟ بشرط أن لا يخلوا بالثوابت. هذا الاثنين أئمة كبار، ولما عرض على الإمام أحمد قول ابن معين قال لا، أنا لا أوافق عليه. حتى اللي رووا أقوال ابن معين يا أخوانا عنه، منهم من علق على بعض الأقوال إنه هو لا يقبلها، وهو تلميذ ابن معين، يقول أنا سألته عن كذا فقال كذا وهذا أنا لا أرضى. هذه هي السنة الاختلاف. لماذا تقولوا إن هذا مباين هذا؟ سموه اختلاف، والاختلاف دليل على يعني أن الكل يفكر فيما يصل فيه إلى الصواب، ولا يكون بيننا عداوة. الخلاف الأئمة الأربعة منهم من ألف في مناقب غيره، إمام البياقي ألف وهو شافعي، يعني يفخر به الشافعيون مناقب الإمام أحمد. لماذا يكون الخلاف وسيلة للتباين؟ الخلاف يكون وسيلة للوصول إلى الحق. فضل مولانا. وقال بئس القول هذا، بل إذا عقله أي الحديث وضبطه صح تحمله وسماعه. أيوه. لو كان صبيا. حلو سماعه. شفت الإمام أحمد عالم إمام إزاي؟ ما قالش تحمله بس، قال صح تحمله وسماعه القضية اللي احنا بنشتغل عليه. ولو كان صبيا كيف يعمل بوكيع وابن عيينة؟ شايف مجهز هو نماذج. قال إذا كان عايز هو السن ده، طب ما الناس دول اللي هم أصلا أصول الأسانيد اللي فيكم ما هوش عارف زهد وكيع يسأل عنه. الشيخ سعيد عنده نسختين، نسخة لنفسي ونسخة يفاخر بها الأقران. كيف يعمل بوكيع وابن عيينة وغيرهما ممن سمع قبل هذا السن؟ أيوة نعم. قال وإنما ذاك يعني التقييد بهذا السن في القتال، يعني وهو قال التقييد بالسن الكبيرة دي في اللي هيجاهد، لأنه عبد الله بن عمر قال أنا كنت عندي 14 سنة ورحت عشان الرسول يدخلني مع المجاهدين، قال لي لا. فده ممكن في الجهاد، لأنه الجهاد عايز يعني قوة ورباطة جأش وكذلك يعني خبرة لا تتحقق. يعني وهو يقصد فيه مزيد القوة والجد والتبصر في الحرب، فكانت مظنته البلوغ، والسماع يقصد فيه الفهم، فكانت مظنته التمييز. الكلام ده معقول كويس أو ده يعني إيه؟ واضح في المراد. تفضل. على أن قول ابن معين هذا يوجه بحمله على إرادة تحديد ابتداء الطلب بنفسه. قال لك إحنا برضو عشان خاطر ما نقولش إن رأي الإمام ابن معين ملوش مكان، إحنا نأوله تأويلا مقبولا. دي طريقة أيضا من الطرق المهذبة في يعني معارضة الأقوال. الأول قول إن الكلام ده على ظاهره لا يناسب، لكن نحمله. بس أحيانا التحمل ده بيبقى على جهة متكلفة، ليس كل تأويل مقبول. وإنت كمان ما تجيبش في التأويل الشيء الذي لا يعقل، وإنما تحمله على جانب يمكن أن يكون قريبا. فالتأويل إنه هو يريد إرادة الطلب، إذا أرينا إحنا أقوال ابن معين نلاقي إنه هو عارف الطلب وكده ما يجيش. هو رأي قال على إن عادة ناس
مكتوب بعد كده انه اهل البصرة كانوا يطلعوا اولادهم سن كذا، واهل الكوفة يطلعوا اولادهم. فهو تكلم على العادة وليس على اشتراط سن محدد للقبول. ده اولى من ان احنا نقول انه هو يقصد كذا كذا. على إرادة تحديد ابتداء الطلب بالطلب بنفسه. أما من سمع اتفاقا أو اعتني به فسمع وهو صغير فلا. طبعا دلوقتي مثلا في عناية البيوتات العلمية، يعني بيبقى فيها اعتناء بالأولادهم من الصغر، وكل ما ربنا أكرمك ولحقت ابنك وهو في السن اللي يطاوعك كل ما كان مراحل التربية بعد كده أسهل. كل ما تشتغل وتقول استنى لما يكبر هتبص تلاقي ان دماغه نفسها كبرت عليك، بس انت برضو ما تستغلش دي في انك انت يعني تصب فيه اشياء يمكن ان لا تصلح لواقعه هو. يعني انت مؤتمن على تربية ابنك او ابنتك، فلذلك تعرف ان دي رسالة. تفضل. لا سيما وقد نقل ابن عبد البر وغيره كما اسلفته. طبعا احنا ما بنحاولش، يعني الشيخ سعيد نوقفه على اللغه كتير لانه هو الرجل سليقته يعني سليم الحمد لله، فاذا نصب او رفع فانتم ما تقلقوش يعني، وانا كمان بقع في الحكايه دي. وقد نقل ابن عبد البر وغيره كما اسلفته الاتفاق على قبول هذا. ايوه، فين بقى ابن عبد البر؟ دور انت بقى على النص. في حال عندك يا شيخ؟ المظنة بقى والمئنة تشتغل في كده. هو له كتاب طبعا في المصطلح اللي هو جمع بين العلم وفضله ده، ولكن له قواعد خلال التمهيد مسرسبة كتيرة، وكذلك في الاستيعاب وكده. وكانت طريقتهم هي أن يذكروا الفائدة متى سنحت، وهي دي فايدة قراية الكتب كاملة سكة، مش لازم انك انت تقعد تفصصها. ومع هذا فاستدلال الامام احمد في الرد عليه لابن عيينة يقتضي مخالفته. ايوه، لانه ابن عيينة مش حصل فيه السن دي. وأن المعتبر كما تقدم الضبط للسن. فقد قال أحمد إن ابن عيينة أخرجه أبوه إلى مكة وهو صغير. مدام أخرجه أبوه يبقى سن الطلب، ما هوش سن السماع، لأن سن السماع غير سن الطلب. ولذا تشوفوا أنتوا في التراجم كده يقول لك سمعه أو أحضره ثم طلب بنفسه كذا كذا. فسمع من الناس عمرو بن دينار وابن أبي نجيح في الفقه ليس تضمه إلى أحد من أقرانه إلا وجدته مقدما. نعم. وعن ابن عيينة أتيت الزهري في وفي أذني قرط. طريقتهم كانت ساعتها القرط. دلوقتي طبعا الحاجات اللي بتتركب دلوقتي للشاب يقول لك أنت بتمنعنا ليه يا أخي، ما تشوف في تراجم المحدثين أنه كانوا بيركبوا حاجات. طب أنت خليك عشر سفيان وركب اللي أنت عايزه. ده هو مركبه مخصوص عشان لا تقول له صلي ولا تقول له صوم ولا تقول له اي حاجه، ولكن سيبه هو مع الحاجات اللي هو العالم اللي هو فيه. لكن لو انت زي سفيان ركب اللي انت عايزه. فهو ياخد السلبيه وعايز يعملها قاعده. وفي أذني قرط ولي ذؤابة فلما رآني ذؤابة اللي هي معمولة دلوقتي، تعرفين الحلقة اللي هي حاليا بتاع الشباب ولا لا؟ اللي هي شوية عاليين كده فوق، هي يقول لك هي موجودة في الشرع حتى في كتب المصطلح. يا راجل انت بتهي. بس اظن مولانا الذؤابه هي هتبقى في الغدير بتلحق اخر الشعر. الذؤابه تبقى في المقدمه يا مولانا، اللي على الافه دي ما تبقاش ذؤابه. ذؤابه الشيء مقدمته، هذا الذي اعلمه. فان كان كما يقول محمد انا موافقه برضه عشان ما يزعلش. الزؤابة مولانا لا فكر الزؤابة أنها تكون أغادير تكون في نهاية شعر الإنسان، بيسموها العنقفة دي يا عم الحاج. على أي حال مش هنختلف. فضل يا شيخ مكاوي ده راجل
من أهل البطاطس فسامحونا دقيقة واحدة لأنه هو نتأخر هيحاسب. تفضل يا مولانا. الزؤابة يا سيدنا شعر في مقدمة الرأس، قال الزؤابة من كل شيء أعلاه. طب قول بقى للشيخ محمد. قلت اللي عرفت. لا مش لا اله الا الله، احنا دلوقتي قلنا حاجة. انا قلت ان انا موافقك لغاية ما الراجل دلوقتي هو اللي شاب وقصد شاب. ايوه احنا دلوقتي ايه؟ انا اعرف ان ذؤابة الشيء مقدمته، لكن الورى دي لها اسامي ليس من بينها الذؤابة. تفضل يا شيخ. ولي ذؤابة فلما رآني جعل يقول وسنينة وسنينة ها هنا ما رأيت طالب علم أصغر من هذا، رواهما الخطيب في الكفاية. أيوة والكفاية متحول عليها وكده موجود، وده الإمام الزهري هو الرجل الذي جمع السنة وتوفي 124 وله كلام كثير في تدوين السنة. بل روى أيضا عن طريق أحمد بن النضر الهلالي قال سمعت أبي يقول كنت في مجلس ابن عيينة فنظر إلى صبي دخل المسجد فكأن أهل المسجد تهاونوا به لصغر سنه، فقال سفيان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم قال لو رأيتني، قال أي سفيان، ثم قال لو رأيتني ولي عشر سنين، ولي عشر سنين طولي خمسة أشباط. يعني طبعا هتلاحظ انت ان الكلام فيه سجعة كده، ما كانش معروف في ايام سفيان، لكن الرواية موجودة ومسندة، قد يكون الراوي تصرف فيها او كده، هتلاحظ سجعة كتير. 150 اللي بيقرأ يعني خاصة كلام سفيان او غيره ما فيش فيه السجعة دي، لكن الرواية وصلت إلينا كده ولا فيش فيها ما يخل بالمعنى. ووجهي كالدينار وأنا كشعلة نار، صيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار، ونعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار مثل الزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، ومحبرتي كالجوزة، ومقلمتي كالموزة، وقلمي كاللوزة، فإذا دخلت المسجد قالوا أوسعوا للشيخ الصغير، أوسعوا للشيخ الصغير، ثم تبسم ابن عيينة وضحك، واتصل تسلسله بالضحك والتبسم إلى الخطيب. الكفاية موجود وهو راوي بالإسناد، كتاب الخطيب البغدادي والمعرفة للحاكم، كلها من كتب المصطلح التي تروي بالأسانيد. وقد قال النووي في ترجمة ابن عيينة من تهذيبه وروينا عن سعدان بن نصر قال سفيان بن عيينة قرأت القرآن وأنا ابن أربع سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن سبع سنين. ثم إن مما يستدل به لتمييز الصغير أن يعد من واحد إلى عشرين ذكره شارح للتنبيه في الصلاة. شارح التنبيه ده هو الإمام ابن الملقب كما ذكره الشيخ السيوطي في التدريب، وهو من منقول القاضي أبي الطيب الطبري أو يحسن الوضوء أو الاستنجاء وما أشبههما أو بنحو ما اتفق لأبي حنيفة حين استأذن على جعفر. لا عفوا يا شيخ سعيد، احنا عندنا اللي هي بعد عن ابن عيينة بعد ما رواه الخطيب، بل روى أيضا من طريق أحمد بن النضر، دي احنا خلصنا قصة الشيخ ابن عيينة خالص. أيوة احنا كنا عايزين نقول ان هو بيقول ان الرواية دي اتصل تسلسلها بالضحك والتبسم إلى الخطيب. طبعا إذا رجعنا احنا للكفاية هنجد ان هو يعني ان الخطيب شيخه تبسم لما ذكر كلام السفيان، وشيخ شيخه تبسم لغاية شيخ الخطيب. بيعلق الشيخ السخاوي بيقول مع مقال في السند، لأن دلوقتي لما نرجع للكفاية هنجد ان الخطيب البغدادي في هذا الموضع بيقول حدثنا محمد بن علي الواسطي أبي العلاء عن عبد الله بن موسى السلامي عن عمار بن علي
اللوري هكذا اللي أنا كاتبها عن أحمد بن النضر الهلالي اللي هو أول الرواية هنا من طريق أحمد بن النضر الهلالي. فأول السند بتاع الخطيب هو حذفه الإمام السخاوي وقال من طريق فلان، وكلمة من طريق يعني معناته أنه فيه أول الإسناد محذوف، ليس المذكور ده هو أول الإسناد. كان مفروض أن الخطيب أن الشيخ السخاوي يسوق السند كاملا، لأنه هو بعد ما ذكر الرواية بيقول مع مقال في السند، فالسند ده اللي هو بيروي به الخطيب في الكفاية المقال في شيخه هو، مش في راوي من المتقدمين، شيخه هو. وشيخه في هذا الإسناد اسمه محمد ابن علي الواسطي أبو العلاء. وهذا الرجل كلمة مقال في السند، إذا أرينا الكلام اللي ذكره الخطيب في ترجمة هذا الرجل اللي هو شيخه في هو مترجمه في تاريخ بغداد الجزء الرابع صفحة 162، وأيضا الذهبي مترجمه في الميزان الجزء الرابع صفحة 211. اللي يقرأ ترجمته فيما ذكره الخطيب هيجد انه الخطيب فضل يذكر تجريحات الى ان وصل انه هو اتهم شيخه هذا برواية احاديث بعضها موضوع، وانه هو لما سمع الخطيب منه هذا الحديث اللي ذكره في ترجمته قال له انه موضوع ونهاه عن ان يرويه. فاللي يكون بهذا الوصف ما يتقالش انه فيه مقال، انه مفروض يبقى ايه الضعف يعني اشد من كده، انه يقول مثلا وهذا اسناد ضعيف جدا او تالف اللي هو عارف منه عبارات الشديدة. لكن فيه مقال، حتى لو حد فيكم فاكر انه لما بيذكر الالفاظ اللي هي في مرتبة الضعف الخفيف كلمة فيه مقال دي، وفيه خلف وكده. فالشيخ السخاوي باعتباره راجل عالم كبير وهو اللي علمنا المراتب والمخدات بتاع الجرح والتعديل، كان مفروض انه ما يقولش كده، لأن احنا نفهم انه مدام عالم مصطلح وهو متدخل في الألفاظ انه يحط لفظة تعبر عن الكلام. الذي حصل انه الشيخ ابن حجر العسقلاني خالف الإمام الخطيب فيما انتقد به شيخه، فالكلام اللي حكاه الخطيب موجود في الترجمة دي لو ترجعوا لها، من ضمن ما قال فيه قال له أشياء سماعه فيها مفسود، إما محكوك بالسكين أو مصلح بالقلم. معنى كده أنه هو طبقة السماع اللي له، لأنه في سنة 400 بيتعمل ضبط الراوي بالسماعات، الخطيب لما يجي يترجم ضبطه يقول سماعاته صحيحة. ليه؟ لأن في سنة 400 أصبحت الرواية بالكتب كلها واللي بالأحاديث الفرط قليل، لكن قبل 300 كان الأحاديث الفرط هي الأكثر واللي بالمصنفات أقل. فكل اللي حصل إنهم بعد سنة 300 قالوا إن يكتفى في ضبط الراوي حتى يحكم بتوثيقه أن تكون سماعاته التي أثبتت في طبقات السماع صحيحة، ما فيش فيها يعني شيء خلاف ما روى. هم يبحثوا في الأسماع دي ويبحثوا في أحاديث ويلاقوا أن الأحاديث التي رواها موجودة في الكتب التي له سماع عليها.
فالخطيب بيقول لا اهو ان فيها أسمعة مكشوطة يعني ممسوحة ومكتوب بدالها، وفي أسمعة مصلحة بالألم، وجوه في ترجمته برضو بيقول حاجات زي كده. فوصل فيه إلى درجة أنه قال أنه أنا قلت له أن الحديث ده موضوع، وأنه هو امتنع بعدما نبهته إلى أن يروي هذا الحديث. الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه لما ترجم للراجل ده في اللسان حاول أنه هو يعارض الخطيب في الحاجات اللي نسبها لهذا الرجل. اللي أنا شايفه لما نقرأ الترجمتين نجد أن الحافظ رحمة الله عليه ما جابش دليل يرد كلام الإمام الخطيب. يعني قال أني أنا بعارض في هذا الكلام، ولكن لم يذكر دليلا يثبت به الرد على ما نسبه إليه الخطيب. ولو تقروا الترجمتين أو كان الوقت متسع كنا ممكن إخواننا معاهم اللاب هو موجودة. تعالى يا شيخ هشام جزاك الله خير، هيقرأ دلوقتي هو كلام الخطيب الأول اللي هينعس ولا حاجة. يا شيخ محمد أنت بس صحي لما نخلص قول له الشيخ خلص ختم، واللي هو صاحي خليه صاحي. اقرأ يا مولانا من لسان المثال. لا خلينا في الخطيب الأول لأنه احنا الرواية الكلام الأصلي اللي هو مسند وكده، ونظبط كلام الخطيب وده شيخه. فلذلك نبدأ من أول البداية. فهو في الجزء الرابع صفحة 162، وهو الراجل اسمه ايه محمد بن علي الواسطي. محمد بن علي بن احمد بن يعقوب ابو العلاء الواسطي المقري المتوفى سنة 431. 431 يبقى بعد التحديد الذهبي بمئة سنة وشوية، والجرح والتعديل هو شغال. طب اما انت قلت سنة 300 لو كان مقصود الذهبي ان هو يوقف الجرح والتعديل كان هيتكلم كده ليه في نفس الميزان؟ ما كانش يتكلم. لكن كونه هو حدد التحديد ده ليس لإيقاف الجرح والتعديل ولا لتغير موازين الجرح والتعديل، وإنما لتغير طريقة إثبات ضبط الراوي فقط. وهذا الترجمة موجودة هي في الميزان وموجودة في اللسان وموجودة في الخطيب. فهو حدد 300 قال عشان أقلل فقط ما تطالبوني به من أن أترجم لناس ربما يعني أذكر ما يجرحهم جرحا شديدا، بس ما أعملش كده. لكن ما قالش لا الجرح وقف ولا إن الناس اللي بعد 300 دول ما لهمش لازمة ولا كلام من هذا، كما قد يفهم من حكاية أنه الفصل بين المتقدمين والمتأخرين 300. هو صحيح بعد 300 تغيرت عبارات التوثيق، لكن بقي التوثيق نفسه محدش ألغى، وتغيرت عبارات الجرح لكن بقي الجرح نفسه. فهو دلوقتي هيتكلم هو الخطيب بنفسه ويقول التجريحات ويقول الأوصاف اللي نسبها لشيخه هذا. تفضل مولانا. قال أصل من فم ونشأ بواسط وحفظ بها القرآن وقرأ على شيوخها وكتب بها أيضا الحديث من أبي محمد. قال ورحل إلى الكوفة فسمع من أبي الحسن بن أبي السري، ثم رجع إلى بغداد فاستوطنها وقبلت شهادته عند الحاكم. الأول وقبلت شهادته عند الحاكم معناته أن عدالته ثابتة، يعني يروح قدام القاضي ويقول الرجل ده كويس يقبل، معنى تقبل شهادته أنه لا مطعم في عدالته. وما المشكلة فين؟ قال المشكلة في الضبط. يبقى المقاييس راحت ولا هي مجرد أن هي اتغيرت طريقة إثباتها، طريقة الإثبات اللي تناسب الزمن فقط. فضل. قال ورد إليه القضاء بالحريم من شرقي بغداد. يعني الأول طبعا تخصص القضاء ده احنا دلوقتي عارفين محاكم اللي هي بتاعت الأحوال الشخصية،
ده لحد دلوقتي القضاء الأسرة الوحدية، فهو كان زمان بيعملوا قاضي للحريم بس مش لشيء، ولكن عشان من باب سرعة التقاضي فقط. وكان قد جمع الكثير من الحديث وخرج وخرج أبوابا وترجم شيوخا وكتبت عنه كتبت المتخبة. وكتبت عنه وكتبت عنه أو هو وكتبت عنه الشيخ الخطيب نفسه. وكان أهل العلم بالقراءات ممن أدركناه يقدحون فيه ويطعنون عليه فيما يرويه. أدي كلامه أنه هو تعلم القراءات ويقول اللي أنا شفتهم من اللي قرأ عليهم كانوا يقدحون فيه في قراءته إنها ليست منضبط. ويطعنون عليه فيما يرويه ويذكرون أنه روى عن ابن حبش رواية لم يكن عنده وزعم أنه قرأ بها عليه. هذه في القراءات. فضل. سمعت أبا علي محمد بن الحسين السراج وكان أحد من يرجع إليه في شأن من يرجع إليه من يرجع إليه في شأن القراءات وعلم روايتها يذكره ذكرا غير جميل. حدثني أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن علي الصيرفي قال كان عبد السلام البصري قد قرأ على أبي علي الفارسي معاني القرآن عن أبي إسحاق الزجاج، وقعت إلي النسخة فلم أجد لأبي العلاء فيها سماعا إلا في المجلس الأول. ذكرت ذلك لأبي العلاء فقال أنا قرأت الكتاب كله على أبي المجلس على أبي المجلس الأول، فذكر ذلك لأبي العلاء. أدي حكاية السماعة اللي احنا السخاوة كل عاملها، انه هو قال انا لقيت له سماع المجلس الاول بس مش بقيت الكتاب، وهو يروي الكتاب كله سماعا، فطبعا دي يعتبر خلاف الحقيقة، يعتبر دعوة السماع فيما لم يسمع يعتبرونه من القتل، وبعضهم يسميه كذبا، الكذب بدعوة سماع ما لم يسمع. فذكر ذلك لأبي العلاء فقال أنا قرأت الكتاب كله على أبي علي من نسخة أخرى. قال أبو الفضل ولم يقرأ. شوف لما قالوا له إحنا ما لقينا لكش إلا سماع في جزء واحد، قال لا ده نسخة تانية اللي أنا سمعته مش هي النسخة اللي أنتوا لقيتوها. قال أبو الفضل ولم يقرأ كتاب المعاني على أبي علي الفارسي غير دفعة واحدة، وسمعه الناس منهما عبد السلام البصري. دلوقتي هو بيروي بالسماع كتاب كامل هو ملوش إلا قطعة منه. ورأيت لأبي العلاء أصولا عتقا سمع عتقا عتقا يعني قديمة سماعه فيها صحيح وأصوله مضطربة. سمعته وأصوله إيه مضطربة يعني فيها بعضها يثبت شيء وبعضها يثبت خلافه. وسمعته يذكر أن عنده تاريخ شباب العصفري فسألته اللي هو خليفة بن خياط أن أنا عندي رواية بسماع تاريخ الشباب ينتقد عليه، فسألته إخراج أصله به لأقرأه عليه فوعدني بذلك، ثم اجتمعت مع أبي عبد الله السوري فتجارينا ذكره فقال لي لا ترد أصله بتاريخ شباب فإنه لا يصلح لك. قلت وكيف ذلك؟ قال فذكر أن أبا العلاء فالكلام كله على سماعه للكتب وعدم سماعه للكتب، بدل حكاية ما كانوا المتقدمين سماعه لحديثه وعدم سماعه لحديثه. فذكر أن أبا العلاء أخرج إليه الكتاب فرآه قد سمع فيه لنفسه تسميعا طريا. يعني هو اللي كاتبه دلوقتي، طبعا انتوا الإعلام اللي معاكم معنى طري يعني لسه دلوقتي هو كاتبه مش من أيام مشيخه اللي هو سمع منه، فيبقى إذن وضع سماعا لنفسه ليس حقيقيا. مشاهدته تدل على فساده. ذكرت أبا العلاء يوما بحديث كتبته عن أبي نعيم الحافظ عن أبي محمد بن السقاء فقال قد سمعت هذا الحديث من ابن السقاء وكتابه ابن السقاء ده هو الشيخ شيخ 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 الخطيب ده شيخ أبي علاء. أيوة شيخ أبي العلاء وكتبه هو بيروي هنا عنه وكتبه عني أبو عبد الله بن بكير وكتاب ابن بكير عندي فسألته إخراجه إلي فوعدني بذلك.
ثم أخرجه إلي بعد أيام وإذا جزء كبير بخط ابن بكير قد كتب فيه عن جماعة من الشيوخ قد علق عن أبي العلاء فيه الحديث، ونظرت في الجزء فإذا ضرب طري على تسميع بعض أولئك الشيوخ، ظننت أن أبا العلاء كان قد ألحق ذلك التسميع لنفسه. فإذا دلوقتي تحولت القضية إلى أنه بيضبط أنه سمع أو ما سمعش بالكتابة اللي في الطبقات اللي أنا وريتها لحضراتكم قبل كده، كانوا بيضبطوها بالطريقة دي بدل حكاية الضبط بتاع الصدر، لأنه في سنة 400 ما عادش الحفظ القديم. وقيسوا انتوا بقى دلوقتي علينا ان هو الواحد يفطر ويجي هنا الازهر تقول له انت افطرت بايه يا عم الشيخ محمد، يقول لك والله انا ان شاء الله صايم. وهو يبقى التهم مثلا 3-4 سندوتشات. ظننت أن أبا العلاء كان قد ألحق ذلك التسميع لنفسه، ثم لما أراد إخراج الجزء إلي خشي أن أستنكر التسميع لطراوته فضرب عليه، ورأيت له أشياء سماعه فيها مفسودة، إما محكوك بالسكين أو مصلح بالقلم. مصلح بالقلم. ثم قرأت عليه حديثا من المسلسلات فقال هذا الحديث عندي بعلو من طريق غير هذا، فسألته إخراجه فأخرجه إلي في رقعة بخطه وقرأه علي من لفظه، فقال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المزني الحافظ وهو آخذ بيدي، قال حدثنا أبو علي أحمد بن علي المصري وهو آخذ بيدي. أهو التسلسل، ده التسلسل بقى أنه كل واحد يقول آخذ بيدي. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وهو آخذ بيدي، قال حدثني مالك وهو آخذ بيدي، قال حدثني نافع وهو آخذ بيدي، قال حدثني ابن عباس وهو آخذ بيدي، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي: من أخذ بيد مكروب أخذ الله بيده. فلما قرأه علي استنكرته وأظهرت التعجب منه، وقلت له هذا الحديث من هذا الطريق غريب جدا وأراه باطلا. فذكر أن له به أصلا نقله منه إلى الرقعة، وأن الأصل قريب إليه لا يتعذر إخراجه عليه، واعتل بأن له شغلا يمنعه عن إخراجه في ذلك الوقت، فسألته أن يخرجه بعد فراغه من شغله، فأجاب إلى أنه يفعل ذلك. وانصرفت من عنده فالتقيت ببعض من كان يختص به، فذكرت له القصة وقلت هذا حديث موضوع على أبي علي الموصلي، أبي يعلى الموصلي، وكنت قد سمعته من غير أبي العلاء بنزول، فقلت ما أظن القاضي إلا قد وقع إليه نازلا من الطريق الموضوع. القاضي اللي هو شيخه اللي احنا بنتكلم في ترجمته ده، لأنه اسمه أبو العلاء الواسط القاضي، قاضي الحريم. فركبه وألزقه في روايته، فحدث به عن عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقاء. فلما كان بعد أسبوع اجتمعت معه فقال لي قد طلبت أصل كتابي بالحديث وتعبت في طلبه فلم أجده، وهو مختلط بين كتبي، فسألته أن يعيده طلبه إلي، فقال أنا أفعل، ومكثت مدة أقتضيه به وهو يحتج بأنه ليس يجيده، ثم قال لي إيش قدر هذا الحديث، وكم عندي مثله يروى عني فما سمعني غيره. فسئل أبو العلاء بعد إنكاره عليه أن يحدث به فامتنع ولم يروه لأحد بعده والله أعلم. حدثني القاضي أبو العلاء بعد هذه القصة التي شرحتها بمدة طويلة من أصل كتابه وهو آخذ بيدي، قال حدثني أبو الطيب أحمد بن علي بن محمد الجعفري وهو آخذ بيدي، قال حدثني أبو الحسين أحمد بن الحسين مسلسل دو أحمد بن الحسين الفقيه الشافعي الصوفي وهو آخذ بيدي، قال حدثنا أبو بكر محمد بن عاصم المعروف بابن المقرئ بأصبهان وهو آخذ بيدي، قال حدثنا أبو علي الموصلي وهو آخذ بيدي، أبو يعلى الموصلي وهو آخذ بيدي، قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وهو آخذ بيدي، قال حدثني مالك وهو آخذ بيدي، قال حدثني نافع وهو آخذ بيدي، قال حدثني ابن عباس وهو آخذ بيدي، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي: من أخذ بيد مكروب أخذ الله بيده.
فلما حدثني أبو العلاء بهذا الحديث قال لي كنت سمعته من أبي محمد السقاء حديث أبي علي الموصلي عن الربيع عن أبي الربيع الزهراني كله ثم كتبت هذا الحديث عن الجعفري فظننته من جملة ما سمعته من ابن السقاء عن أبي يعلى فرويته عنه فأعلمت أبا العلاء أنه حديث موضوع لا أصل له فقال لا يروى عني غير هذا غير ده كله كلام الخطيب. أما هنجي بقى نقرأ كلام الشيخ ابن حجر يقول لا ده الخطيب ما قالش حاجة تدل على اتهامه. طب أمال ده إيه؟ أجيب ابن حجر سيدنا ولا؟ اللسان بقى اللسان هو طبعا قال الكلام هو اتفضل لو سمحت. اللسان طبعا حسب طبعا اللي عندي 4211 تمام. إذا هو في اللسان برقم 7199 ماشي. قال محمد بن عارين القاضي أبو العلاء الواسطي المقري ضعيف. طبعا معروف إن الحافظ ابن حجر في اللسان بيجيب كلام الذهبي كله ويرجع نوافقه ويسكت وإنه كان له اعتراض يذكره. ففي الراجل ده مرضيش يوافق الخطيب البغدادي على الكلام وهنشوف دلوقتي القراءة. قال قرأ بالروايات على عدة أئمة منهم ابن حبش ووالي القضاء الحريم روى عنه أبو الفضل بن خيرون وأبو القاسم وقال خطيب رأيت له أصولا مضطربة وأشياء سماعه فيها مفسدة إما مصلحة بالقلم أو مقشوطة روى حديث مسلسل الحديث. قال هو دلوقتي بيحكي مختصر كلام الخطيب. قال الخطيب فاستنكرته وقلت له أراه باطلا. قال المصنف وساق له الحديث الخطيب حديثا آخر اتهم في إسناده. قال الخطيب أما حديث أخذ اليد فاتهم بوضعه. قال فأنكرت عليه فامتنع بعد من روايته ورجع عنه. وذكر الخطيب أشياء توجب وهنه. مات سنة 31 و400. والذي ظهر لي من الذي ظهر لي ده كلام مين الحافظ. والذي ظهر لي من سياق ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب أنه وهم في أشياء بين الخطيب بعضها وأما كونه اتهمه بها أو ببعضها فليس هذا مذكور. ده كلام أنه هو مش متهم واضح أهو فيقول أنه هو قال حاجات وهم فيها أما اتهامه فليس. طب اللي قلناه ده كل دلوقتي كلام الخطيب أليس فيه اتهام واضح؟ فلذلك الشيخ ابن حجر ما جابش دليل كافي في الرد عليه وفي آخر الترجمة قال إيه يا مولانا عشان الكلام طويل. قال وفي الجملة فأبو العلاء لا يعتمد على حفظه وأما كونه متهما فلا. قال أنا ما وفيش على اتهامه. ثم توفيش إزاي إذا كان تلميذه نفسه اللي كان موجود هو اللي ذكر الاتهامات. الشاهد إن الكلامين خلاصتهم إن جواب الحافظ هنا ليس قويا يصلح أن يغير من حال هذا الرجل أقل شيء أنه يكون متهم أو يكون ضعيف جدا لأنها مرتبة واحدة. وأنه بناء على الكلام اللي قلناه لا يكون كلمة الشيخ السخاوي مع مقالم في السند مناسبة. المفروض أن يقول إن هذه حكاية فيها شيخ الخطيب وشيخ الخطيب ضعيف جدا وأن تلميذه نفسه اتهمه وواجهه بهذا الاتهام. بس ده اللي احنا نريده. وإحنا هنخلص الأخيرة لغاية أو نحو ما اتفق لأبي حنيفة. احنا خلصنا عند المعنى عند نحو متفق لأبي حنيفة. طيب خلاص صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي عنده أسئلة يتفضل. احنا قبل كده كنا وقفنا الأسئلة لكن النهاردة ايه اللي عنده أسئلة الشيخ محمد جه هو وقعد وطالما قعد هو ما حدش هيدخل خالص. يعني تقفل على الناس يا شيخ محمد انت مدام قعدت كده اللي هيجي يرجع يا اخي. هذا سؤال يقول ما الفرق بين قول البخاري في التاريخ الكبير فلان عن فلان منقطع وفلان عن فلان مرسل وفلان عن فلان قوله. لا منقطع معناته ان في
الإسناد ليس متصلا في أي حلقة من حلقات السند دون مسألة الصحابي والتابعي، ومرسل ممكن أن تكون بمعنى أنه سقط منه الصحابي. اللهم إلا إذا كان المترجم نفسه ده ما هوش من ما هوش تابعي، فيبقى كلمة منقطع وكلمة مرسل بمعنى واحد، وهو سقوط رجل في الإسناد. فلان عن فلان قوله، قوله يعني أنه موقوف ليس مرفوع. هذا سائل يقول: إذا لم نجد في الراوي كلاما سوى أنه ورد ذكره في الإسناد وفيه حدثنا فلان العدل، فهل وصف فلان إيه؟ فلان العدل. فهل وصف الراوي بالعدل تفيد شيئان وترفع وترفع الجهالة عنه؟ أيوة، تفيد ترفع الجهالة عنه بشرط ألا يوجد قادح، يعني يعتبر عدل بمقتضى هذا الوصف، إلا إذا لقينا في ترجمة الرجل ده تضعيف، فيبقى العبرة بالتضعيف. العدل دوت له قرينة، فمثلا الإمام ابن حبان ابن خزيمة، إذا قرأت أنت عنوان الأجزاء اللي موجودة فهو يقول كتابه كذا بنقل العدل عن العدل من غير قطع في الإسناد ولا ضعف في الرواة، فكلمة العدل هنا تساوي الثقة، لكن هنا فلان العدل كده من غير قرينة تفيد عدالته فقط. وإذا استطعنا أن نحسبه يعني صدوق يبقى ما معناش مستند عليها، لكن كلمة ابن حبان ابن خزيمة لا، معاه قرينة انه هو يشترط في الكتاب الصحة، فيبقى العدل في كلامه غير العدل في هذا الكلام. انما لما يقولوا بقى المعدل دي هي اللي ممكن تساوي صدوق، لان معناه انه هو يعدل الناس يعني يحكم بعدالتهم، ودي وظيفة بيتولاها اللي هم زي لا اللي هم بيساعدوا القضاة، اللي هم لا المستشارين الخبراء او شيخ المنطقة، ان هو بيدي واحد انه حسن السير والسلوك، فدي معروفة في القضاء ان هو كل قاضي له معدلين يعدل الشهود ويزكيهم، فده يعتبر ممكن يعتبر توثيق. هذا يقول: احيانا يقول ابن معين او الامام احمد فلان استصغر في فلان، وعند تحقيق سن سماعه نجد انه سمع منه بعد 15 من عمر، فهل غاب عنهم سن سماع التلميذ من شيخي، ام خالف صنيعهم قولهم في التحديد سن 15 سنه او التحديد؟ لا هو حكايه استصغر في فلان يعني انه ذكر سماعه وسنه لا يناسب السماع، ومسألة انه هل خفية دي بتشكل على كثيرين. وما كنا في السفرية دي برضو وجبنا كلام ان الامام الدارقطني ان هو صحح الاسناد، والعلماء بيقولوا ان فلان لم يسمع من فلان، فاحدى الباحثات يعني قالت هل معقول انه يخفى هذا الكلام على الخطيب البغدادي بحيث انه ما يعرفش ان فلان سمع؟ المسألة مش كده يا اخوان، المسألة انه كل واحد لا يدعي الاحاطة، وحتى العلماء يقولون لا نعرفه بمبلغ علمه، فان كان هذا الرجل اللي ذكره الاخ في المثال انه بحثنا فوجدنا انه هو لا يستصغر، يبقى فيه قولان: قول من يعده صغيرا، وقول من يعد أنه كبيرا وأهل للسماع، ويبقى سنه يرجح أحد القولين. لكن ما يصحش إن احنا نقول معقولة دي تخفى على فلان، لا، وفوق كل ذي علم عليم. ولو تقروا انتوا كتب العلل تجدوا إن أبو حاتم يقول أنا كنت أظن أن هذا الأمر الرجل ده مجهول لحد ما لقينا كذا، وعالي بن المديني يقول كنت أظن
أن هذا الرجل منفرد حتى وجدت سهيلا قد رأى الحديث. فلذلك هم لا يزعموا لأنفسهم الإحاطة، فكيف نحملهم نحن مسؤولية الإحاطة؟ وليس في هذا حط لقيمة العالم، وإلا ما كانش يقول أنك أنت من العلم أن تقول لا أدري. حديث الاستئذان وخفائه عن عمر واستئذان أبي موسى أيوة كثير، يعني مسألة أنه الخفاء لا يخدع في من خفي عليه الأمر، وأيضا لا يمكن أن نحمل عالم مسؤولية الإحاطة. مثلا يقول هل قول سماعات صحيحة إذا لم يوجد ما يعارضها تساوي ثقة؟ أيوة، ما هو يبقى أداله بقى، هيبقى أداله الضبط فتبقى تساوي ثقة. والإمام الذهبي كاتب الحكاية دي في ترجمة واحد، أظن مش فاكر، لكن أنا مقيده معايا إن هو الذهبي قال من أول سنة 300 وما بعد أصبح توثيق الراوي بواسطة سماعاته المقيدة، وأن يكون الذي قيدها ثقة. مثلا يقول أصل السند الصحابي أم التابعي، كما فهم أو كما فهم دكتور نور الدين عتري من كلام ابن حجر أنه التابعي. حكاية أصل السند أو عدمه كل مثال يفهم لوحده، فمن كلام الشيخ عتر يفيد أنه أصل السند من أعلى في عبارته، ودي ما هيش خطأ. لكن هل لا يطلق أصل السند إلا بهذا؟ لا، يطلق بغير هذا. ففي كلام الشيخ عتر تحديدا هو مقصوده كده، وهذا المقصود عادي، لكن هل كل ما قيل أصل السند يكون هو هذا؟ لا، قد يكون أصل السند بغير هذا. هذا يقول الذي يحد بالقصر في الشهادة لا يقبلها الفقهاء إلا بعد التوبة، فهل تقبل روايته بعد التوبة أم لا تقبل رواية المثل لو قذف، وهل تقبل روايته؟ هم قالوا أن تقبل توبته ما عدا الكذب. ماشي، خلاص توكلنا على الله.